حبيباتي، كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وبألف خير وبصحة جيدة إن شاء الله، وتكون هذه الأزمة ديال الكورونا فيروس دازت عليكم خفيفة، ويجعلها ربي مغفرة الذنوب ويرفع علينا هذا البلاء إن شاء الله يا ربي. دونك درت فيديو اليوم وسمحوا لي غبرت عليكم بزاف، طبيعة الحال أنا ظروفي شوية ما كتسمحليش أنني نصور دائما، لذلك فوالا كنغبر عليكم شي شويه. دونك الفيديو ديال اليوم هو غادي يكون على دي زاستوس دو ماكياج، دي زاستوس دو ماكياج غادي نبقى ندير كل مره فيديو ونعطيكم فيه استوس ديال الماكياج اللي تقدر تفيدكم، شي حوايج اللي يقدروا مثلا يخليوكم ديروا ماكياج محترف وباقل كلفه ان شاء الله. دونك الفيديو ديال اليوم غادي يكون هو تكبير الشفايف بدون فيلر وبدون بدون ابر طبيعه الحال. دونك هما مكونات بساطين جدا وموجودين في كل دار، انا متاكده المكونات اللي غادي نستعمل موجودين في كل دار وموجودين في كل بلد، دونك فهما ساهلين وخطوات سهله بزاف وما غتاخذش منكم بزاف الوقت، والنتيجه فريمون كتكون شي حاجه زوينه بزاف لانني جربت الطريقه عفوا وبزاف ديال المرات وعجبني لو ريزولتا. دونك غادي ندير لكم جوج طرق، الطريقه الاولى هي طريقه يعني كيفاش ننفخوا الشفايف بدون يعني بدون ابر وبدون فيلر، يعني الشفايف يتنفخوا شي شويه ويولي عندهم شويه د الفوليوم بالنسبه للناس اللي عندها الفوليوم ناقص. مثلا انا عندي الفوليوم ناقص شويه في الشفه الفوقانيه، دونك فكيفاش مني فاش ندير ان روج ا ليفغ ما يجينيش المنطقه التحتانيه كبر من الفوقانيه، زائد على هذاك عندي مشكل ابتسامه العريضه. بون ما عرفتش واش نقول طويل او عريض، فاش كندير لو روج ا ليفغ كنبتسم كنولي جوكر. بيان سور دابا انا دايره لو روج ا ليفغ عادي، يعني باش من بعد نوريكم الفرق اللي كيكون وتشوفوا النتيجه من طبيعه الحال. ما غاديش نطول عليكم بزاف، اول حاجه غادي ندير هي غادي نديماكي هاد نحيد هاد لوج على فغ اللي انا دايره، طبيعه الحال درت لون خفيف وميتاليك كيف العاده، نتوما عارفيني عزيزه عليا الميتاليك داكشي تيلمع انا عزيزه عليا. دونك دابا غادي نديماكي لو روج ا ليفغ ومن بعد غادي ندوز الخطوات ديال نفخ الشفايف هي الاولى. دونك خليكم معايا. دونك فوالا اول حاجه نديماكي ديماكييت الشفايف ديالي. دونك اول حاجه غادي ديروها هي غوماج، انا تسبق ليا ودرتو دونك ما بغيتش نعاودو اون دوزيام فوا، مي الغوماج ساهل اللي تقدروا ديروه راه معروف، هو شويه ديال سنيده مع زيت البلديه ودوزوها مده واحد 5 دقائق وانتم كدوزو بحركه دائريه فقط باش يزول القشور اللي كاينه اللي كتكون. دونك غادي ندوز للوصفه الثانيه اللي هي المهمه واللي هي الموضوع ديال الفيديو ديال اليوم، هي تكبير الشفايف بدون فيلر. دونك اشنو غادي نحتاج؟ غادي نحتاج القرفه وغادي نحتاج شويه ديال السودانيه، غير شويه ماشي بزاف، هي فقط غير باش تعاون شويه باش تعطيكم نتيجه افضل. وغادي نحتاج زيت الجليسيرين، انا استعملت زيت الجليسيرين مي نتوما تقدروا تستعملوا زيت البلديه، انا فقط هو متوفر عندي ففضلت انني نستعمله هو. زيت الجليسيرين بطبيعه الحال الماده اللي معروفه كتستعمل في جميع منتجات ديال ترطيب البشره او الشفايف او اي حاجه، دونك هو ماده خاصه بالترطيب وبليداتاسيون. دونك فوالا انا سبق ليا وجدت القرفه هنا ودرت شويه ديال السودانيه معاها، فوالا غادي يبان لكم الفرق وبصا رجعي بلاصتك. دونك فوالا القرفه والسودانيه وغادي نزيد عليها شويه ديال الزيت ديال الجليسيرين. دونك فوالا درت المغطاه الاولى وغادي نزيد شي شويه فريمون، كتشوفوا هي راه زيت فوالا. مات غادي نخلطها غير دونك فوالا انا وجدت الخلطه هي هذه، دونك ساهله كيف قلت لكم ثلاثه ديال المكونات، وكنعاود نقول بان ماشي ضروري تستعملوا زيت الجليسيرين، تقدروا تستعملوا زيت بلديه لان حتى هي مرطب.
انا فقط لانها متواجده عندي في الدار ف استعملتها. دونك فوالا من بعد غادي نطبقو وغادي ندير شويه ديال البابي سولفوريزي ونخليه 5 ديال الدقائق. ثاني حاجه غادي ندير ديروا ان كريم عاديه كريم ايدراتونت يعني مرطب او لا شي حاجه. انا فقط غادي ندير شويه ديال الكريم لانني من بعد غادي ندير روج على ليفغ فغندير فقط شويه ديال الكريم للترطيب. هي صراحه كتبقى تتوزو شويه ولكن ماشي يعني ماشي سي با ميشون يعني ماشي لدرجه ان راه ما تصبروش عليها عاديه بحال اللي كليتو شي حاجه فيها السودانيه وكيبقى لكم الحرور. دونك سي سا دونك كيف ما كتشوفوا كنظن انني كثرت شويه في هذه المنطقه على هذه هنا شويه نفخات ليا هنا اكثر من هنا. هو من تكونوا كتوزعوا راه خصكم توزعوا شويه بالتساوي وفي البلايص اللي نتوما باغيين نطلعهم بحال انا هنايا هاد البلايص هادو كنبغي نحط فيهم وسورتو الكونتور ديال الفم ديالكم الكونتور ديال الفم تحطوا فيه مزيان. تكونوا شفتوا قبل كيفاش كان عندي الروج على ليفغ اللي كنت دايره وغندير لكم بعدا. دونك اول حاجه اشنو غادي نحتاج غادي نوريكم غادي نحتاج بودغ اي بودغ يا اما البانانا باودر ولا البودغ ديال الوجه. انا عندي ديال هدى بيوتي وعندي البانانا باودر اللي كنستعملها مره مره الا كنتو دايرين فوندو طان في الوجه ديالكم فمن الافضل تستعملوا هذه يعني البودغ ماشي ضروري من نفس الماركه مي البودغ اللي كتحطوا فوق فوق الفوندو طان ومني تكونوا كديروا الفوندو طان دوزوا على شنايف ديالكم باش ياخذوا لون موحد مع الوجه وتقدروا تعاودوا ترسموا لا فورم اللي نتوما باغيين. دونك انا ديجا مدايره ماكياج ما يمكنش ليا نعاود اللي غادي نديرو هو انني غندير البودغ في الكونتور ديال الفم كامل. دونك ناخذ غير البيوتي بلاندر وبها غادي ندير دونك فوالا حاولت ما امكنني انني نغطيهم فوالا لانني كنت دايره ديجا لوج على ليفغ فحاولت انني نغطي داك الخطوط ما يبقاوش باينين ما يبقاش باين اللون مفروز. دونك فوالا دابا غادي ندوزو للرسم فانا اختاريت هذا اللون هذا هو اللي غادي نستعمل كوم كونتور لان الكونتور هو اهم حاجه في هذه المرحله هذه اهم حاجه هو الكونتور بيان سور هاد لي طاب لي سبق ليا ودرتها المرحله الاولى هي اننا نخليو ما نخليوش الكونتور ديال الفم يبقى في اللون ديالو بوحدو. دونك انتو سمحوا لي الطول كيطفى بوحدو مع التمارين. دونك دابا غادي نبدا بالرسم الو هنا الرسمه كيفاش خاصها تكون كيف قلت لكم انا عندي مشكل ديال الفم عريض فخاص الرسمه من هنا تكون داخله وهي طالعه وكتكبر وخاص نصوبو هنايا داك التقويصه تجي مصوبه مزيان. ساليت الرسمه ولكن بما ان القلم اللي خديته روز يعني خفيف شي شويه غادي يزيد يبان اكثر فاش غادي ندير ان روج على ليفغ وباش يبان اكثر خاصني ندير ان روج على ليفغ اللي بلوتو مات على انه يعني كريمي باسكو ما غاديش يبان لكم مزيان لو ريزولطا. دونك فوالا عندي هاد جوج لوينات هادو
مازال حيره شنو غنستعمل فيهم. جو بونس غادي نمشي لهذا اكثر واخا هو تيبان بزاف. غير باش نقول لكم بان الالوان اللي كتكون مجهده اولا يعني باينه بزاف فخاصها تكون خدمه متقونه، باش ما تجيبوش شي حاجه خارجه ماشي هي هذه. دونك فوالا غادي نخدم هذا. هو صراحه اللون دي كيحمقني بزاف سورتو في الصيف دابا فهاد الوقيته. دونك غادي نبدا من الداخل وعاد نبقى غاديه كنتبع الخط اللي رسمت. فوالا النتيجه هي هذه. كيف كتشوفوا الفرق شاسع جدا على الوجه اللي بغيت يكون دايره قبيله باسكو ما كنشوفوهش. واخا هو ميتاليك نورمالمون خاصو يبان، فانا الا درت ان وجه لي فرو واحد اخر ميتاليك فهو غادي يبان، او هو نفسه هو نيت وهذا اللي كنت دايره طالور الا درتو غادي يبان حسن من قبيله. ف فوالا المهم يعني المهم كله والاساسي هو الخطوه ديال توحيد اللون ومن بعد الرسمه ديال التراسور. هذيك هي اهم، هادو اهم مراحل اللي بغيت نقول باش نقدر نرسم ان روجاليف ونقدر نزيد الفوليوم. فوالا نتوما كتشوفوا الفوليوم باين، يعني ما بايناش ديك فاش كنعكرو تيجي باينه طالع، بلاكس كيبان بروفيسيونيل بزاف، كيبان احترافي. او ميم طون يعني هاد لي بوين هادو اللي عندي هنايا مبقاوش عاطيني فم كبير، فولا بلوس بولبي يعني واخا كنضحك ما كتجيش مشوهه بزاف. دونك فوالا هذا ديال لاستيج ديال اليوم. دونك حبيباتي فوالا هذا هو لو ريزولطا فينال، النتيجه. دونك راه غادي يبان لكم فرق شاسع بين هاد التصويره وبين دابا. دونك فوالا انا استعملت جوج ديال الحوايج او ميم طون، اللي هما نتوما تقدروا تستعملوا وحده في الجوج. فتقدروا تستعملوا الوصفه الاولى وديروا روج على فيغ نورمال وغادي يبان لكم الفرق كيف تقدروا تستعملوهم بجوج الى فوالا كان عندكم الوقت وبغيتوا نتيجه احسن وافضل. دونك تستعملوا الطريقه بجوج. دونك فوالا كنتمنى ربي الفيديو ديال اليوم يعجبكم ولاستيوز ديال اليوم تعجبكم. ما تنساونيش من الدعم بزاف، دعموني البنات وفوالا اللي كيتفرج في الفيديو كامل من غير المشتركين يابوناو في لاشين ودعموني باش ان شاء الله نقدر نستمر. شكرا لكم بزاف للمتابعه، وان شاء الله الفيديو الجاي تنساوني مع ديزاستيوس جدادين كل مره. والسلام عليكم.